بعتها للسيد المحافظ قال لي لا ده شويه، وكان معايا في اللجنه صندوق تطوير العشوائيات وكان معايا ناس من الجهات الرقابيه قال لي شويه والكلام ده انا، قال لي لا معلش عيدوا اللجنه تاني، عدت اللجنه تاني وجبنا الناس ونزلنا قدرنا السعر تاني وجبنا واستعنا بناس نزلوا قدروا السعر، وساعتها قلنا طب نخليها 40,000 جنيه ونخلي المحل متر ب 3000 جنيه. حكايه بقى ان ما حطيناش مطبخ وحمام صحيح، قلنا الصاله غرفه ما عندناش مطبخ وحمام، طب في جهه ثانيه قالت المطبخ والحمام بس قالت ايه؟ بس ما قالتش ب 40,000. طب انا عارف ان احمد حسين هيرد عليه يقول لي لا ده يقول لي طب ما كده الموضوع هيكون احنا بمزاجه، انا عاوز ارحل انا عاوز اعمل جول. ماشي ما موش حاجه بس خلي بال سيادتك التعويض الاجتماعي ده تعويض الجهه اللي مقدراه بمحاضرها واجتماعاتها وبرؤيتها، يعني يا القعود ده مش قانون 10 خالص، واخد بال سيادتك؟ طب وده بيتقدر على ايه؟ بيتقدر على المنطقه، ما انا مش هقدر الاسمرات ولا هقدر زي ترسه زي ما هقدر في خاتم المرسلين زي ما هقدر في البدرشين، لا ما دي وده طبيعي لازم اللجنه بتقدر. طيب احنا ايه اللي حصل عندنا؟ وايه اللي احنا عملناه؟ هل في خطا عندنا ولا لا عشان يهدي منصور؟ طيب احنا عاوز اقول لك يا رب ايه؟ انت سيادتك قول ان لازم نختار جواب علم الوصول، احنا مش اخترناش جواب علم الوصول، احنا عملنا في كل منطقه سيادتك بتقعد معانا في شاغر قعد فيه كل القيادات ليل نهار، وجبنا مواطن مقدومات ايده، وقلنا له انت عاوز شقه ولا هتاخد تعويض؟ وقلنا له التعويض لو فات باستمارات ده استبيان، قلنا له الاستبيان ده هتاخد انت عاوز تمضي هنا، انت عاوز شقه ولا عاوز تعويض؟ ولو خدت تعويض في الاستبيان موجود، ومواطن مرة. واخد بال سيادتك؟ طيب سيادتك قلت ما المواطن هيقدر يقعد في الشارع، لا قبل ما المواطن يخرج من شقته كان واخد تعويضه الاجتماعي ثالث ومثالث، حصل ولا ما حصلش؟ لا الاجتماعي. طب انا هقول لسيادتك على حاجه، هل أنا على فكره انا بنعتبره احنا بنعتز بكده في الجيزه ان احد اهم انجازات محور ترسه اللي تمت، مش محور ترسه، ان كل احنا شلنا حوالي 280 عماره باكثر من 3000 شقه. 3000 شقه كانوا كلهم مرضيين. انا بتكلم على ترسه، معلش انا عارف ان في حاجه في فاتن المرسلين شويه مرضيين كانوا مبسوطين وسعداء. لا بدون لا بص احمد بيه معلش انا عارف ان في خاتم المرسلين كان في غير كده شويه، وعارف ان في منطقه ال 40 في عماره ولا اثنين مش مبسوطين، لكن انا بتكلم على 280 عماره، لما يبقى عندي 270 كانوا كلهم طالعين مبسوطين، رئيس الحي موجود ورئيس المدينه موجود ومدير مساحه موجود. ليه؟ طب بدليل ان احنا ولا استخدمنا امن ولا كان معانا امن ولا الشرطه كانت يا دوبك حتى شغلاته مين لقيت الموضوع ماشي مشيت. مش كده؟ في ترسه ده ليه؟ لان كلهم خدوا التعويضات الاجتماعيه قبل ما يقعوا. طب هتقول لي طب معلش تقول لي بس القانون 10 بيقول لك اديله تعويض الارض واديله تعويض المباني قبل ما يطلع. انا مع سيادتك واحنا غلطانين ما ادينالهمش. وياسر بيه كل يوم بيقول لي لسه بيقول لي احنا متاخرين عاوزين نطلع التعويضات بتاعت الناس دي. انا مع سيادتك في كده؟ احنا استعوضنا كده بالتعويض الاجتماعي طلعناه وده حل محل ده، لكن احنا اتاخرنا نتيجه تنفيذ يعني اجراءات كده معينه معلش عطلنا فيها شويه، لكن انا بقول لك ان من الاسبوع الجاي من بكره الخميس من بكره هنصرف التعويضات بتاعه ترسه من المساحه اعتبارا من بكره، للي هو برضه ايه ما فيش يعني ما فيش لبس قانوني، يعني كان في حاجات فيها لبس قانوني كده دي اللي هنرجع.